معكم كوتش هدى من الأكاديمية دو شيبو بهلاوي هدى فوتبالوز مع النجم الأحمر سابقا سونتراليتيغ مؤخرا مع نادي التولوجي بمدينة الرباط والآن تحت الكوتش هنا مع الإخوان شيبو أكاديمية شيبو حاجة على ليسونس دي كرة القدم عدة الدبلوم لاسانسيونال في كاراتي برومي دان انترناسيونال 3 ans de championnat de full contact et kickboxing والحمد لله كان مشوار رياضي طويل بزاف طويل بزاف تقريبا شي 32 دبلوم رياضي والان رجعت لكرة القدم لان هي اول رياضة ورياضة كنحبها بزاف وفضلنا باش ناخذوا هاد البنيسات هادو نكونوهم نأطروهم باش يكونوا ان شاء الله بطلات ونجمات الغد وكنحيي اكاديميه شيبو هي شدات هاد البنيسات واحتضنتهم وبناتهم عليها وحنا كنكونوهم دابا كفرق نسيو هاد المناسبه هادي حنا كرمناها وكنديروها كل سنه وخرجنا باش نستدعي امهات وبالنسبه للنساء اللي هما عندنا في النادي وامهات ديال الوليدات ديالنا وديال البنات ديالنا ودرنا لهم تكريم وان شاء الله راه غادي هما الرياضيات اصلا لانهم ديجا معنا وان شاء الله كنتمنى لكل ام رياضيه وربت بيت والتوفيق ان شاء الله ومسيره موفقه باذن الله. Je me présente, معكم وردة الناصري حارسة مرمى نادي سبور قنيطري وعميدة الفريق كذلك وبمناسبة 8 مارس اليوم عيد المرأة عصبة الغرب كتنظم واحد الدوري لكرة القدم النسوية والفئات الصغرى بالضبط باش نتعرفوا على جميع الفتيات اللي كيمارسوا هذه الهواية هذه ونزيدوا نديفلوبيوها القدام ان شاء الله وكنشكر عصبة الغرب وكنشكر السي حكيم دومو على تنظيم هذا الدوري هذا وان شاء الله غادي نزيدوا مازال القدام ومازال كاينين بنات فئات صغرى اللي كيمارسوا هذه الهوايه ومازال غادي يديفلوبا ويزيدوا يعطيو مزيدا من العطاء والتالق ان شاء الله والرئيس ديالنا هو السي حكيم دومو اللي كنقدم ليه واحد الشكر من هذا المنبر هذا على جميع الواجبات اللي كيقدمهم لينا وجميع السهولات اللي كيقدمهم لينا باش نمارسوا هاد الرياضه هذه ونزيدوا نعرفوا بها القدام وان شاء الله كنتمنوا تحسن من هنا القدام في المغرب الكره النسويه والحمد لله راه غادي في تحسن. سلام سميتي اميمه تفاحي جو سوي غارديان دو بوت ديال كاكسبو جو سوي فريمون كونتونت دتر لا و بور بارتيسيبي في هاد لا فيت ديال لي فام و باش يسلطوني الضوء على كره القدم النسويه اللي في المغرب و vraiment on est hyper content d'être là و كاع البنات اللي كاينين هنايا و كنوجهو تحيه خاصه للرئيس ديالنا سي حكيم دومو على هادشي كامل اللي كيدير معانا و ميرسي بوكو و on est vraiment content d'être là. باش تقولي لكل النساء الام ديالك والاخت الصديقه ديالك جو ريميرسي tout le monde و ماما و بابا و خواتاتي و كلشي حيت خلاوني انني نمارس الفوتبول و خلاوني انني و كيحفزوني باش انني نلعب و vraiment je suis contente d'être là و كنوجه تحيه خاصه لكاع لي مامون و بون فيت دي فام و اي بنت عندها موهبه ديال الفوتبول ما تراجعش و تريني على راسها حيت vraiment فوتبول واحد سبور لي vraiment impeccable merci beaucoup. السلام عليكم انا اي حود من قنيطره و كنلعب في كاكسبو و كنشجع دومو و كنشجع هنا و كنشجع كاع المدربين اللي كيتعاونوا معنا وبالنسبة للعيد المرأة كنوجه تحية كبيرة للماما وبابا خوتي والمجهود اللي تيديروا معايا باش ننجح في هاد العمل ديال الكرة وكندير تحية لجميع اللعاب اللي كيلعبوا معانا وأستاذ دومو وأستاذة هناء وشكرا. السلام عليكم معكم توري مليكة من مدينة القنيطرة كنشكروا العصبة الغرب اللي اليوم كانت لنا الشرف أن جينا وحضرنا مع الشباب والشابات اللي في اليوم العالمي للمرأة العالم وبهذا المناسبة كنقدم تحية ديال ورود وزهور لجميع النساء العالم لجميع النساء في العالم باسم العصبة الغرب
وتحية لنضالية للحقوقيين والمركز المغربي لحقوق الإنسان، ووردة لجميع النساء المناضلات داخل الوطن وخارج الوطن وفي العالم ككل. السلام عليكم، أنا نهال الماحي، أنا أختم زهرة حطيب من منظمة وطنية إسعاف وإنقاذ المدني. كنقدم الشكر لجميع العاملات النساء المغاربة، كنتمنى لهم كل سعادة وفرح حياتهم والعمل ديالهم ناجح، وكنقول لهم عيد المرأة سعيد وباش نتمناو ان شاء الله. حنا كنقدموا الشكر جيد للمنظمة الوطنية، حنا دائما موجودين وبرفق التظاهرات. كما النساء ما شاء الله عليكم دائما حاضرات في قلب الميدان كيف كنسميو، شنو تقدروا تقولوا لنا على الصعوبات اللي كتلقاو ميدانيا؟ ما كنلقاش صعوبات كثيره، يعني كنحاولوا نوفروا الاسعافات الاوليه وحنا دائما موجودين. شنو الرساله اللي تقدروا توصلوا لجميع نساء العالم؟ كنقول لهم كنتمنى لكم كل السعاده في حياتهم، وكنقول لهم عيد مرأة سعيد، واي حاجه بغاو في حياتهم الله يوفقهم ويصلحهم. بالنسبه للنساء اللي كيشتغلوا ليلا نهارا، شنو تقدروا تقولوا لهم؟ شنو تقدروا تقولوا للنساء باش نشجعوهم على العمل؟ الله يعاونهم، حتى حاجه ما صعيبه، كل شيء قريب عند الله.